كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أراد عنه فإنه يامل يوم القيامة وسرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة هملا يوم ينفخ في الصور ونشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا أشرا لا نعلم بما يقولون إذ يقول أمثلوا طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الألوان للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يريدون به علما وألت الوجوه للحي القيوم قد خاب من عمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرمنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أسما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا تدهى فوسوس إليه الشيطان الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورقة الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال بدا منها جميعا بعدكم لبعد عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ونشره يوم القيامة أعمى قال رب لما شرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أعرض ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا نمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنمتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا تسألك رزقه نحن نرزقه والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينهما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل وننزه قل قلوب متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب سر السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن تروا للناس حسابهم وهم في غفلة موردون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أدغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولين ما آمن قبله من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواه حتى جعلناهم حسيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستنصرون يسبحون الليل والنهار لا يمطرون أم اتخذوا عاليا من الأرض هم ينشرون لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره
بصره يعمل يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يشقى إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مسبق ومن يك منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد انتهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يعلمكم من الليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسهم نوعة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان من كل حبة من أرض أتينا بها
وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وديا وديا وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجدنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتولى لأكيدن أن مغبان أن تولوا مدبرين وجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فلن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقالوا لنا عابدين ولوطا آتيناه وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان يقومان في العرش إذ نفسا فيه غنم القوم وكنا لهمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه وهو علما وسخرنا وأداود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وألمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح آسفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إن نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رمضان من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكبل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إن نادى ربه رب له لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وألنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أحسنت فرجها ونفعنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
وهرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقوا لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله العظيم.